مساء الخير. مطالب أهالي إدلب من حكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام بدأت بالتصاعد، بداية من أسعار الخدمات كالكهرباء والخبز والمحروقات، لتصل إلى حد المطالبة بخروج الهيئة من إدلب. الأزمة بدأت مع تقليل كميات المحروقات الآتية إلى إدلب لتتوسع رويدا مرورا بارتفاع أسعار الخدمات الأساسية على حساب الفقراء دون حلول مقدمة من حكومة الإنقاذ التي فرضت على الأهالي بقوة سلاح هيئة تحرير الشام. الاحتكار لصالح شركات تعود ملكيتها لأشخاص تابعين للهيئة دفع الأسعار للتصاعد بشكل متسارع لم يعد يتحمله الأهالي الذين يعانون من حرب ميليشيا أسد عليهم، لكن حكومة الأمر الواقع بررت ذلك بانخفاض سعر الليرة السورية مقابل الدولار وأصرت على عدم احتكارها للمواد الأساسية. فهل تصاعد المظاهرات ضد ما يسمى بحكومة الإنقاذ سيدفعها لاتخاذ إجراءات تخفض أسعار المواد الأساسية؟ أم سيواصل المتظاهرون رفع شعار خروج هيئة تحرير الشام من مدنهم؟ وما الحلول المتاحة أمام حكومة الإنقاذ؟ هذا ما سنناقشه في ملفنا الأول من هنا سوريا. في محورنا الثاني سنتحدث عن معاناة أهالي وادي بردة بريف دمشق التي لم تنتهي بعد، ولا يبدو أن ميليشيا أسد تريد إنهائها، لا بل تستمر بتصعيد الأزمة بعد أن شوهت سمعة الأهالي عندما سيطرت الفصائل على المنطقة حتى بداية عام 2017 باتهام الثوار بأنهم قطعوا المياه عن سكان دمشق. فالأهالي لم يعودوا إلى بيوتهم منذ ذلك الوقت بقرار تعسفي أعقب قانونا في العام الماضي يقضي بتوسعة حرم نبع عين الفيجة الذي يغذي العاصمة دمشق بالمياه. التوسعة تلك استوجبت قضم الأراضي وإبقاء أهلها بعيدين عنها، رغم أنها حسب القانون المنتهك يجب ألا تزيد عن 20 مترا إلى جانب النبع، إلا أن الاستملاك الجديد شمل بلدات وقرى بأكملها. فهل تهدف ميليشيا أسد لحماية مصدر المياه لدمشق فعلا، أم أن الهدف انتقامي من الأهالي وملامح التغيير الديموغرافي تفوح منه؟ وكيف يستغل نظام أسد المياه للانتقام من السكان بعد أن أوهم أهالي دمشق بأن فصائل المنطقة سممت مياه نبع الفيجة قبل خروجها ليتضح زيف ادعاءاته لاحقا؟ حلقة جديدة من هنا سوريا، أهلا بكم. أهلا بكم مجددا. خرج أهالي إدلب لأيام بمظاهرات ليلية نددت بما تعرف بحكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام بسبب سياساتها الخدمية السيئة، وأيضا رفضا لرفع الأسعار وفرض الضرائب. أوريانت رصدت آراء المتظاهرين تجاه حكومة الأمر الواقع، نتابع معا. اليوم اضطرنا بتصعيد حكومة الإنقاذ، حكومة الإنقاذ عم تخلي الأميرات وعم تخلي الخبز وما عم تخلينا نتنفس ولا عم تخلينا نطلع برات البلد، والمازوت عم يغلوه بزيادة والأميرات عم يغلوا لنا إياها. هذا الشيء كله ما بيصير، حرام. والخبز نقصوا لنا إياها 200 غرام، نحن أولادنا بدنا تاكل ونحن بدنا ناكل ونحن نضل نطلع لحتى نصعد حكومة الإنقاذ. أسقط حكومة الإنقاذ، أسقط أسقط أسقط. اش بدي احكي لك؟ بدي احكي لك على غلات المازوت ولا على غلات الامبيرات ولا على غلات الخبز ولا على الفور هون الشعب ولا على عائله الخدمي، يعني الشعب هون انطفت خالص، فصلت معه. ايش بدنا نطلع غير مظاهرات؟ كني وينك؟ ما حدا حدا. رطه خبز كانت 10 صارت 8 تنتقل فيه، الامبيرات كانت 5000 صارت 6000، المازوت 500 هلا 525، يعني ايش نساوي؟ بكره جيتنا شتوي بنشتح الشاغين ندفع عليها، يعني ايش نساوي؟ نطلع مظاهرات، قلنا الله وشكيناهم الى الله، كل واحد سرق البلد. حر حر حريه، حكومه حراميه، حر حر حريه، حكومه
ينضم إلينا المهندس محمد طه الأحمد وزير الاقتصاد والموارد في حكومة الإنقاذ في إدلب معنا عبر الهاتف، كما ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي حسن النيفي معنا من غازي عنتاب. مساء الخير وأهلا بكما. أستاذ محمد، يعني ما هي أسباب الأزمة من وجهة نظر الحكومة المؤقتة؟ أو عفوا حكومة الإنقاذ، تفضل. حياك الله أختي الكريمة، وتحية للسادة المشاهدين ولضيفك الكريم. أهلا فيك. بداية لا يخفى على أحد الظروف الصعبة التي تمر بها المناطق المحررة وخاصة منطقة إدلب جراء شح الموارد الموجودة في هذه المنطقة، وخاصة بعد إطلاق عملية نبع السلام في العملية العسكرية التي قام بها الجيش الوطني والجيش التركي شرق الفرات، مما أدى إلى انقطاع الطريق الواصل ما بين مناطق قصد ومناطق المتحررة التي كانت يصل عبرها مادة الديزل إلى المناطق المحررة. وكما تعلمين أختي الكريمة أن مادة الديزل تعتبر مادة أساسية من المدخلات الأساسية لصناعة أغلب المنتجات المستهلكة في المناطق المحررة، وانخفاض عرض هذه المادة أدى إلى ارتفاع أسعارها بشكل كبير. ارتفاع سعر البرميل من 60,000 ليرة سورية، الآن الأسعار الرسمية تقارب 75,000 ليرة سورية، والأسعار السوق الحرة تكاد تصل إلى 90,000 ليرة سورية. هذا الارتفاع في أسعار المحروقات أدى بشكل طبيعي إلى ارتفاع الأسعار، مما زاد من معاناة أهلنا في المناطق المحررة. طيب مهندس محمد، يعني هون خليني أسألك، يعني شو دور حكومة الإنقاذ اليوم بتخفيف معاناة المدنيين؟ رح جيك إن شاء الله. الأمر الآخر، يبدو أن كاميرا الأورينت لم ترصد سوى المظاهرات التي وجدت في بعض المناطق في منطقة إدلب، ولم ترصد المظاهرات الموجودة في باقي المناطق مثل مناطق درع الفرات وغصن الزيتون والتي رصدتها كاميرات المتظاهرين في تلك المناطق. تمام. أما عن الإجراءات التي اتخذتها حكومة الإنقاذ، طيب نحن في وزارة. يا أستاذ محمد، مبدئياً اسمح لي قاطعك عند هاي النقطة، يعني عم نسألك بإدلب، اختصاصنا بإدلب، محورنا اليوم عن إدلب، رح نغطي مناطق تانية، خلينا ما نحمل مشاكل منطقة على منطقة تانية ونتهرب من السؤال بسؤال. لا لا لا، لا لأنه أنت عم تتهم أورينت أنه كأنه عم نقصر باتجاه مناطق أخرى، عم نحكي بهذا الموضوع تحديداً. تفضل. تمام، رح أجيبك على سؤالك. الإجراءات اللي اتخذناها في الحكومي، قمنا في بتزويد مادة الديزل وبسعر مدعوم لكل من مزارعي العروة التشرينية، وخاصة الآن تزرع كثير من المحاصيل التي تدخل في منظومة الأمن الغذائي، ومنها محصول البطاطا الخريفية ومحصول البصل. قمنا بتزويد المزارعين بالكميات اللازمة لري هذه المحاصيل. كذلك الأمر، هذه الفترة هي فترة عصر لموسم الزيتون، الذي يعتبر من أحد المواسم أو أحد أهم المواسم الرئيسية في منطقة إدلب. قمنا بتزويد المعاصر في منطقة إدلب بمادة الديزل بالسعر المدعوم بالسعر الصادر عن وزارة الاقتصاد والموارد، وكذلك الأمر تزويد الأفران وتزويد المنشآت الصناعية التي تقدم طلبات لنا، وبقان أكثر من نصف شهر أو 20 يوم بتزويد هذه المادة لهذه الجهات كافة بالكمية اللازمة وبالسعر المدعوم، حتى لا تتحمل مخرجات هذه المنشآت تكاليف إضافية مما ينعكس على السلعة الناتجة. سعر العصر من قبل الأزمة وفي ذروة الأزمة، لو ضربنا مثال، تكلفة العصر هي 10 ليرات ليرة سورية للكيلوغرام لحب الزيتون، لم يتغير. تمام أختي الكريمة. كذلك أمر، قمنا بتزويد محطات المياه الرئيسية وكثير من المشافي العامة بمادة الديزل حتى تنقطع الخدمة عن أهلنا. أما تحميل حكومة الإنقاذ انقطاع الطريق وانقطاع مادة الديزل المسؤولية الكاملة الحكومية، فهذا أتوقع طيب. أنه اتهام ليس بالعادل لهذه طب الحكومة. أستاذ محمد، يعني حضرتك في ظل الحرب، في ظل الحرب الدائرة، يعني لأنه في ظل الحرب على المدنيين المحدود المتواجدين في المنطقة نتساءل هذه الأسئلة. أستاذ محمد، كيف تنظر حضرتك للمظاهرات أو حتى للتجمعات التي تنتقد كل ما ذكرته، وهناك بعض المدنيين يقولوا أن هناك ضرائب على عصر الزيتون أيضا؟ لا يوجد ضرائب على عصر الزيتون، وهذا الكلام غير ليس بالدقيق، وليس حتى بفرض الزكاة على معاصر الزيتون. تماما، أنا سوف أوتيك على هذه النقطة. أما موضوع الزكاة التي ينندن عليها الكثير،
أنت تعرفين هناك شريحة كبيرة جدا من المواطنين في المناطق المحررة يقعون تحت خط الفقر، وأحد أساليب محاربة الفقر هو أخذ الزكاة من الغني وإعطائها للفقير. فهل هذا الإجراء الذي هو بالأساس هو ركن من أركان الإسلام والمحافظة عليه يكون هو ضرائب؟ وأنت تعلمين أن هذه الزكاة توزع، أو يعلم الكثير في المناطق المحررة أن هذه الضرائب أو هذه الزكاة توزع على مستحقينها بالعدل وفق دراسات مسبقة مشترك بها أهل المنطقة وعلى رأسهم المجالس المحلية والمجالس الأعيان. طيب دعني أرى رأي الأستاذ حسن النيفي فيما ذكرت. أستاذ حسن، يعني بداية المهندس محمد يرى أنه يعني في حالة من الإشحاف بحق حكومة الإنقاذ اليوم، هذه المظاهرات التي تصدر وعم يعملوا اللي بيقدروا عليه يعني بالمنطقة، وفرض الزكاة هو من باب توزيعها على الفقراء المتواجدين. كيف تنظر إلى ما جاء به الأستاذ محمد؟ مساء الخير لك ولضيفك الكريم وللسادة المشاهدين. طبعا المظاهرات التي رأيناها سواء في إدلب أو في كفر تخاريم مظاهرات لمواطنين عاديين، هذه المطالب التي ينادون بها هي مطالب معيشية، يعني سواء غلاء مادة الديزل أو غلاء الأمبيرات، ارتفاع سعر الكهرباء، أو طرد جبات الزكاة في كفر تخاريم، أو حتى يعني هناك يعني مكوث وضرائب تفرض على المواطنين، كمثلا حتى النازح الذي يقيم خيمة على الأرض يطلب منه أن يدفع آجار الأرض التي تقام عليها الخيمة. هذه المعاناة الكبيرة للمواطنين أعتقد لا يمكن تكذيبها، لأنه عم بنشوف يعني نحن الفيديوهات ونشوف الأصوات الناس، فهذه أمور واقع، أمر واقع، والتهرب منها يعني بالتبريرات أعتقد ليس هو الحل. المواطنون هناك يعانون أعتقد معاناة مركبة، فهم لديهم يعني هاجس أمني كبير جدا، وكان الله في عونهم نتيجة التهديدات، تهديدات نظام بشار الأسد ونظام بوتين بذريعة تواجد هيئة تحرير الشام في تلك المنطقة، ومن ثم المعاناة المعيشية التي يواجهونها. أعتقد يعني الحكومة هي حكومة الأمر الواقع والتي تتولى الشأن المدني فيها الكثير من عدم الشفافية، وهذا أمر عادي يعني في كل الحكومات التي تتبع لجماعات لديها مشاريع جهادية تتسم هي بالمركزية الشديدة والتكتم، ويعني الحديث الذي أدلى به مؤخرا المدعو أبو العبد أشداء، والذي تحدث كثيرا عن مسائل الفساد المالي ومسائل عدم الشفافية، هذه أعتقد كلها تنعكس على الجانب الخدمي وعلى الجانب المدني لدى المواطنين. أعتقد يعني دائما الحكومات التي تنشأ وبأوامر أو تتبع لسلطة عسكرية وليس لسلطة مدنية تكون دائما هي شديدة الغموض، لا يوجد فيها شفافية، أولوياتها هي خدمة المشروع الجهادي العسكري، ثم تأتي مرحلة تقديم خدمات للمدنيين في مراحل لاحقة. أعتقد هذه هي الإشكالية، جذر الإشكالية، ما ينبغي أن يقال يعني أن لا نفرض على الناس أيضا ماذا نريد أو تصورات قوى الأمر الواقع. يعني والله بدنا نفرض الزكاة لأني من أركان الإسلام، فإذا هذه المشكلة أصبحت هي فرض عقيدة محددة على المواطن. في هذه المسألة يمكن لنا أن نتساءل، هل الناس هناك كلهم يعني تقريبا المستويات المعيشية التي يعاني منها الناس هناك تقريبا أصبحت متقاربة، وخاصة في ظل هذه الظروف، في ظروف النزوح، يعني أعتقد عدم التذرع بالأسباب الإيديولوجية والالتفات إلى حاجة الناس، حاجة الناس المعيشية، وعدم حشر الناس بالزاوية الضيقة. أنا الآن أتمنى أن توجهي لضيفك الكريم السؤال، الآن نسمع، وأنا أتي إلى مكتبكم هنا أسمع خبر
حشد من هيئة تحرير الشام، أرتال من هيئة تحرير الشام لاقتحام كفر تخاريم بي بي بي، وسيقدم يعني تقدم هيئة تحرير الشام على اعتقال أكثر من 60 شخص مطلوبين في كفر تخاريم نتيجة للمظاهرات التي قاموا بها والاحتجاجات التي قاموا بها. أرجو ألا يكون هذا صحيحا، وأنا من من على هذا من شاشتكم الكريمة أتوجه وأقول رفقا بأهلنا في إدلب، فيكفيهم أنهم يعني يعانون من قصف وبطش نظام بشار الأسد وبطش البوتين، الآن أيضا يهاجمون نتيجة أنهم طالبوا بأمور معيشية بأمور حياتية. أستاذ محمد، متابعينا يعني على البث المباشر على الفيسبوك إذا بتحب تشوف التعليقات اللي موجودة حاليا وأنت معنا على الهواء، هناك الكثير من التساؤلات، بعضهم من شكك بتوزيع الأموال على الفقراء، البعض يتهم حكومة الإنقاذ بانعدام الشفافية تماما وأنه يتم أخذ مساعدات أو يتم أخذ الزكاة على كراتين المساعدات التي تصل وما إلى ذلك. دعني أسألك سؤال واضح ومباشر، هل تتسم فعلا حكومة الإنقاذ بالشفافية؟ هل هي قادرة اليوم على تلبية مطالب أهالي مدينة إدلب بعيدا عن المواربة، بعيدا عن الفساد، بعيدا عن المحسوبيات، وخصوصا أنه توجه لكم اتهامات بأنه اليوم المسيطرين على السوق أشخاص تابعين لهيئة تحرير الشام، حكومة الإنقاذ تحميهم، وبذلك إذا صدقت هذه الاتهامات يعني ما فرقت شيء عن نظام أسد؟ بداية أنت عندك سؤالين، السؤال الأول هل تتسم حكومة الإنقاذ بالشفافية، والسؤال الثاني هل حكومة الإنقاذ قادرة على تحسين واقع المعيشة للمواطنين الموجودين في منطقة إدلب؟ بالنسبة لموضوع الشفافية، أتوقع أنه يوجد الكثير من مجالس العقلاء والأعيان الموجودين في المناطق، وقد قدموا إلينا إلى أغلب وزارات حكومة الإنقاذ واطلعوا على الواقع وعلى الإجراءات التي نقوم بها وعلى العمليات التي الخدمية تقوم بها حكومة الإنقاذ، ومكاتبنا مفتوحة، ممكن أن ترسلوا أي وفد حتى يحاسبنا على أصغر فلس نصرفه ضمن هذه الحكومة. أما عن موضوع تحسين الواقع الخدمي في المناطق المحررة، نحن بكل تأكيد لن نذخر أي جهد، وهذا واجبنا، ويبدو أن الحالة التنظيم الموجودة في المناطق المحررة التي وصلت إليها المناطق المحررة وحالة الأمان التي يعيشها السكان في المناطق المحررة والتحام الحاضنة الشعبية مع فصائل الثوار المدافعين عن حياض هذه المنطقة يبدو لا يعجب الكثير من الناس الذين كانوا مستفيدين. أما عن سؤال ضيفك الكريم أن الحال أصبح متقارب لجميع الناس، كما تعلمين أختي الكريمة أن بيئة الحروب تفرز طبقتين متفاوتتين من الناحية المادية، تمام؟ هناك طبقة مستفيدة، هناك طبقة صراحة مستفيدة من حالة الفوضى وحالة عدم التنظيم، وهي طبقة التجار وطبقة المنتفعين، ونحن نعمل ضمن حكومة الإنقاذ على 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 يعني خاصة في مشروع الزكاة، بأخذ الزكاة من الغني وإعطاء الفقير. أما عن الشكوك أو التشكيك بتوزيع حصص الزكاة على المستفيدين، إن القائمين على توزيع حصص الزكاة هم أهل المنطقة نفسها، الزكاة تؤخذ من نفس القرية وتوزع في نفس القرية. تمام أخي كريمة. ذكرت نقطة التجار والمنتفعين أستاذ محمد، نقطة فوق واحدة فقط، يعني التجار والمنتفعين توجه لكم اتهامات بأنه اليوم المسؤولين عن تجارة الديزل، الأمبيرات، يعني المواد الرئيسية ذات السعر. أنا ما قصد نعم. ذلك أخي، خليني أكمل سؤالي بس لحتى تجاوبني عليه بشكل واضح ويوصل إجابة واضحة لمتابعينا، لأنه حقيقة يعني على ما يبدو الشارع بإدلب محتقم بسبب كل الأوضاع، وإضافة سوء الخدمات يلي من المفترض أنه يتم تأمين أبسط أساسياته. حق الشعب ينضطر على الحال الموجود فيه. نعم. ولكن ليس من حقه أن يقرن هذا الحال بي 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 بضعف إدارة حكومة الإنقاذ. الواقع هو الواقع سيء، منطقة لا يوجد فيها موارد، حق الشارع أن ينتفض، حق الشارع أن يطلب معيشة أفضل من ذلك. تمام. ولكن يوجه يعني أن يوجه هذه الانتقادات إلى من تسبب بقطع مادة الديزل عن المناطق. ليش مانو اللي متسبب أو اللي بيقوم بإدارة هذه المناطق المحررة، وخصوصا يعني كان هناك الكثير من المناقشات أستاذ محمد، كان كثير من المناقشات حول حكومة الإنقاذ يعني فرضت على الأهالي بقوة هيئة تحرير الشام.
يا اختي نرجو فصل ما بين لو 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 هذا الاتهام حقيقي لما كان الدكتور محمد الشيخ هو رئيس حكومة الانقاذ الاولى الذي هو كان احد عناصر احرار الشام وليس الان الاستاذ فواز هلال الذي كان هو مدير لفرع مؤسسة الحبوب في منطقة حلب اللي كان سابقا تابع للحكومة المؤقتة تمام حتى نتهم هذه الحكومات انها تتبع لحكومة الانقاذ عفوا تتبع لهيئة تحرير الشام. نحن حكومة نمثل جميع الفصائل الموجودة في المناطق المحررة ونحن حكومة صادقة عليها مجلس شورى يمثل جميع المناطق وجميع الشرائح وجميع طيب هذا الحكي يعني ما بعرف إذا الأستاذ حسن بيتفق معك فيه خليني أشوف رأيه بهذا الموضوع. ليس بالضرورة ليس طيب بالضرورة لا من الضرورة يا أستاذ لأنه أنتم عم تحكوا أنه بتمثلوا السوريين المتواجدين على الأرض لازم يكون في حالة من التوافق يعني على أقل تقدير بين ضيفي وبين ضيوفنا يلي عم يحضرونا على البث المباشر مو شخصية بينك وبينه. أستاذ حسن هل تتفق تمام مع الأستاذ محمد بما جاء فيه أنه هناك توافق وتمثل جميع الفصائل الموجودة على الأرض وليس فقط هيئة تحرير الشام؟ يعني عن أي فصائل يتحدث ضيفك؟ عن الفصائل التي ابتلعتها هيئة تحرير الشام؟ ألم تقم هيئة تحرير الشام بطرد حركة أحرار الشام بعام 2017 وهي كانت شركتها في آذار 2015 عندما تحررت مدينة إدلب وكذلك قامت في 2018 بتصفية كل الفصائل سواء في إدلب أو في ريف حلب الغربي. طبعا هذه الرغبة في الهيمنة العسكرية ليس المراد منها هو الهيمنة العسكرية فقط وإنما الهيمنة الاقتصادية إذ تصبح كافة المعابر الآن. يعني هل يستطيع أن يقول ضيفك أني والله معبر باب الهوى هو ليس تحت سيطرة هيئة تحرير الشام وكم يدر من الأموال؟ هذا من جانب. من جانب آخر أما أن حكومة الإنقاذ والله هي حكومة مدنية لا علاقة لها بهيئة تحرير الشام فهذا أعتقد يعني كلام لا يصدقه الواقع. صحيح أن فلان وفلان هم مدنيون من هم يديرون هذه الحكومة ولكن هذه الحكومة هي تخدم أي مشروع بالضبط؟ من يقوم بتعيين هؤلاء؟ من يأتي بهم؟ الانتماء الإيديولوجي لهؤلاء هو الشرط الأول والأخير. فإذا هناك أمور لا يمكن الآن نكرانها وأعيد وأكرر الآن مواجهة المواطنين بالقوة وسياسة الإكراه التي تمارس على المواطنين هي مصدر قهر آخر. يعني عندما يتحدث ضيفك الكريم عن شعبية وحاضنة شعبية نحن نرى المظاهرات الآن يعني لا تصدقوا كلامي وإنما انظروا إلى الفيديوهات انظروا إلى كل مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام كيف المتظاهرون يرفعون اللافتات وتندد بفلان بالجولاني وفلان وفلان وفلان. يعني نحن لا نريد أن نلجأ لاختلاق معطيات جديدة وإنما يجب مواجهة الأمور ومعالجتها أو الحديث عن معطيات راهنة ومحسوسة وليس خطابات الإيديولوجيا. طيب أستاذ محمد بعض التعليقات على البث المباشر على الفيسبوك رح شاركك فيها. الأخ محمد علي طلب منك أنك تحدد معنا على الهواء تسعيرة لتر المازوت ويلتزموا التجار فيها. يا أختي نحن تسعيرة المازوت مصدرة بشكل يومي عبر شركة وتد الشركة المرخصة لدى وزارة الاقتصاد والموارد. طيب بالحديث عن شركة وتد يعني أنت تمام. جبت السيرة يقال أنه شركة وتد هي تابعة يعني لأشخاص نافذين داخل حكومة الإنقاذ وتابعين لهيئة تحرير الشام وبالتالي هي الوحيدة اللي تحتكر هذه المادة وهي اللي عم تتحكم اليوم بسحر السوق. طبعا هي نفس الشركه اللي عم تستورد المازوت الاوروبي عبر باب الهواء من 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 تركيا. يعني في احتكار؟ هل ننكر احتكار؟ ما معنى الاحتكار؟ يعني احتكار هذه الشركه الوحيده اللي هي مسؤوله عن ايصال المازوت بحكم علاقاتها بهيئه تحرير الشام وبحكومه الانقاذ. لو كانت مفتكر هذا المازوت ما سمحت في سوق معاره الذي يوجد فيه الكثير من التجار المحروقات ولا سوق معصران الان الذي يوجد فيه كثير من التجار الذين يتاجرون بنفس الماده يتاجر بها شركه وتد. طيب سؤال ثاني والأسعار تصدرها وتد أرخص من الأسعار في سوق معصران وفي سوق معارة. طيب أستاذ محمد أحد المشاركين باسم نوفل عثمان قال أنه هو ممن يدفع الذكاء اللي أو الزكاة اللي يجب أن يدفعوها علما أنه محصول الزيتون أو عصرة الزيتون تبعه ما بتكفيه يعيش 6 شهور. يا أختي بالنسبة لموضوع الزكاة لكل محصول له نصاب
وإن حقق هذه النصاب فيحق عليه الزكاة. طيب يعني كل مسببات الأزمات اللي اليوم عم يعيشوها الأهالي بإدلب هي خارج أيادي حكومة الإنقاذ، وحكومة الإنقاذ اليوم لا تستطيع أن تقوم بأي شيء. من قال هذا الأمر؟ أنت عم تجاوبني بهي الطريقة أستاذ محمد. يا أختي، أنا قلت لك أن من حق المتظاهرين، من حق الناس أن تظاهر على الواقع المعيشي الذي تعيش فيه، ولكن ليس من حقها أن تحمل حكومة الإنقاذ كامل هذه الأسباب. نحن نعمل ما بطاقتنا، نحن نعمل ما بوسعنا لتخفيف الأعباء. أختي الكريمة، لو لم توجد مثلا وزارة الاقتصاد ومؤسسة المعنية بتنظيم تجارة الخبز، لكان اليوم رأيت كيس الخبز بوزن 500 غرام يتفوق 300 ليرة سورية. تمام، نحن التسعيرة التي نصدرها والتي يعلق عليها الكثير من المواطنين هي بالبداية لحماية المستهلك. نحن نسعر تسعيرة كيس الخبز بوزن معين وفق الأسعار مدخلات التي تدخل في صناعة خبز من طحين ومن خميرة ومن ديزل وبمقدمته سعر صرف الدولار. طيب أستاذ محمد، حقيقة يعني بتمنى بعد الحلقة تشوف أسئلة اللي متواجدين من داخل إدلب على البث المباشر، لأنه الموضوع مثير للجدل أكثر مما أدخل. وأريد أن أوجه رسالة من منبركم الكريم لجميع المواطنين المتسائلين، مكتبي مفتوح في مديرية الزراعة في مدينة إدلب للإجابة على أي تساؤل وإطلاعهم على أي شيء يحتاجون، وهذا من حق الشعب أن يطلع عليه. طيب أستاذ محمد، يعني كمان نقطة ذكر الأستاذ حسن النيفي بأنه اليوم هناك حشود تتجه باتجاه كفر تخاريم لمحاصرة البلدة وإلقاء القبض على من قام بالتظاهر داخل المدينة، يعني ما هو موقف حكومة الإنقاذ من هذا الموضوع؟ يوجه السؤال لهذا الفصيل، لا يوجه لحكومة الإنقاذ. حكومة الإنقاذ هي حكومة خدمية، حكومة خدمية يعني، ولكن أليس لها ارتباطات مع هيئة تحرير الشام، وهي بالتالي تمثل هذه الهيئة بطريقة أو بأخرى؟ نحن نقف على مسافة واحدة من جميع الفصائل التي طيب ألا تتدخل حكومة الإنقاذ لحماية المدنيين يا أستاذ محمد؟ لما يطلب منا هذا الأمر سوف نتدخل بإذن الله تعالى. يعني كيف، مين لازم يطلب منكم؟ لما يطلب منا احنا نتدخل باذن الله تعالى. يعني المدنيين لازم يطلبوا منكم تدخل هيئة تحرير الشام، مين الجهة اللي المفروض؟ يا اختي نحن بقالنا يومين نجلس معهن في كفر تخاريم لايجاد حلول لهذه المطالب وايجاد حل مناسب لمطالبهم. يعني انت هلا عم بتاكد انه فعلا هيئة تحرير الشام باتجاه؟ لا اعلم. يعني عم تقول انه كنتوا قاعدين لكم يومين وعم تتناقشوا وبعدين هلا بتقول لي ما بتعرف؟ انا كحكومه انقاذ نحن جلسنا معها هنا في كفر تخاريم على مدار اليومين اليوم والبارحه، ولكن اما موضوع الحشودات فلا اعلم بهذا الامر. طيب خلونا نتابع مع بعض نتائج الاستطلاع اليومي الذي يجريه زملاء على صفحه اورينت. سؤالنا اليوم كان: ماذا ستسفر عنه المظاهرات في ادلب ضد حكومه الانقاذ؟ بنسبه 75% بيقولوا انه لن تسفر عن شيء وستقوم هيئة تحرير الشام بقمع هذه المظاهرات. بنسبة 25% بيشوفوا أنه المظاهرات ستستمر وستطالب بخروج هيئة تحرير الشام. أستاذ حسن، يعني على ما يبدو أنه اليوم قمع هيئة تحرير الشام لهذه المظاهرات هو الغالب على نتيجة الاستطلاع. يعني هيئة تحرير الشام مثلها مثل أي مشروع جهادي آخر، يعني يحكم هو بحكم حيازة القوة وليس نتيجة خيار آخر أو خيار جماهيري أو خيار شعبي، وبالتالي خدمة هذا المشروع هي أولوية، ولو استوجب ذلك قهر الناس أو قمع الناس أو ما إلى ذلك. وضيفك يريد أن يقنع العالم بأن حكومة الإنقاذ هي حكومة تكنوقراط يعني، وليست هي حكومة تابعة لجبهة النصرة سابقا أو هيئة تحرير الشام. فلنتحدث بأعين يعني مفتوحة. نحن أعود وأحذر، يعني ما يهمنا الآن هو حياة المدنيين بالدرجة الأولى، حياة المتظاهرين. الآن أهالي كفر تخاريم مكبرات الصوت في الجوامع ترتفع تحذر من وقوع كارثة، هناك محاولة لاقتحام كفر تخاريم. أرجو من 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 جميع المعنيين في العالم بالمنظمات والمجتمع الدولي والقوى الثورية أيضا في الداخل أن يكونوا إلى جانب أهلنا في كفر تخاريم.
أستاذ محمد، الكثير من الأسئلة توجه لك على صفحتنا على الفيسبوك. حقيقة يعني الجميع يبحث عن أجوبة تتعلق بما تقوم به حكومة الإنقاذ. بنتمنى أنه بالفترة المقبلة نلاقي حلول على الأرض وما نشوف حالة قمعية، وتقوم حكومة الإنقاذ بتقديم خدمات حقيقية للمدنيين بلا ما تتشبه بحكومة نظام أسد بالقمع التعسفي والضرائب وعدم إيصال الخدمات وما إلى ذلك. رح أشكرك جزيل الشكر، ومن الممكن أنه يكون لنا لقاء آخر بمتابعة شؤونكم على الأرض ومتابعة شؤون إدلب. شكرا جزيلا لك المهندس محمد طه الأحمد، وزير الاقتصاد والموارد في حكومة الإنقاذ في إدلب. الشكر أيضا للكاتب والمحلل السياسي حسن أنيفي كان معنا من غازي عنتاب. فاصل قصير ونعود لمتابعة هنا سوريا.